السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين في المترجحات. إذا السؤال يقول: حل في R المترجحة الln ديال x ناقص واحد أو الln ديال القيمة المطلقة x ناقص واحد أصغر من واحد. إذا أول خطوة دائما تحديد مجموعة تعريف المترجحة. إذا دي كتساوي x كتنتمي ل R عدد حقيقي. إذا هنا عندنا القيمة المطلقة. إذا ملي كيكون عندنا القيمة المطلقة، إذا الشرط هو أن ما بداخل القيمة المطلقة سيكون يخالف الصفر. إذن x ناقص واحد تخالف الصفر، أي x كتنتمي ل R. إذن كنديو ناقص واحد للطرف الثاني، أي أن x تخالف واحد. إذن مجموعة التعريف هي R محرومة من العدد واحد، أو يمكن نعبر عليها بمجالات ناقص لا نهاية واحد اتحاد واحد زائد لا نهاية. إذا المترجحات تكافئ ماذا؟ إذا لكل إكس من دي لدينا، إذا الآلان ديال القيمة المطلقة إكس ناقص واحد أصغر من واحد. واحد هي الآلان ديال واحد أو الآلان ديال أو. الالين ديال او كتساوي واحد، اذا تكافئ ماذا؟ اذا تكافئ ما بداخل الالين، اي اكس ناقص واحد او القيمة المطلقة دي اكس ناقص واحد اصغر من او. اذا كنعرفوا بانه اللي كانت القيمة المطلقة دي اكس اصغر من ا، فتكافئ ان القيمة ان اكس محصورة ما بين ا وناقص ا بشكل عام. طيب الحال ا عدد موجب قطعا، اذا اكس ناقص واحد أصغر من أ وأكبر من ناقص أ. إذن X إذن ناقص واحد غادي نتخلصوا منها، يعني غادي نضيف واحد الطرفي المتفاوتة، إذن غيرجع هو ناقص أ زائد واحد. ناقص واحد ناقص واحد يعني بشاس هي صفر، أصغر من أ زائد واحد. إذن x كتنتمي للمجال ناقص أ زائد واحد أ زائد واحد، وكذلك x كتنتمي للمجال يعني x أكبر من، وكذلك x كتنتمي للدي. إذن هنا خصني نحدد مجموعة الحلول. مجموعة الحلول هي التقاطع ديال هذا المجال هذا مع الدي. إذن باش نسهل عليا نلقى مجموعة الحلول، كيمكن لي نمثلها على مستقيم مدرج. إذا دي قلنا هي R محرومة من العدد واحد، يعني هذا صفر هذا واحد. إذا دي هي R ما عدا العدد واحد. في الحل لقينا إكس كتنتمي للمجال ناقص أو واحد أو زائد واحد، إذا أو تقريبا كتساوي 2.7. إذا أو زائد واحد تقريبا غادي تجينا هنا، غادي تجينا 3.7 تقريبا. إذا هنا أو زائد واحد وناقص أو زائد واحد هي ناقص أو هي ناقص 0.7، إذا غادي تجينا في هذا المكان هذا تقريبا. وبالتالي فهذا هو المجال. إذا إلا درنا التقاطع ديالهم خصني النقط اللي كتنتمي لمجموعة التعريف وكتنتمي كذلك في نفس الوقت للمجال ناقص أو زائد واحد أو زائد واحد. إذا التقاطع ديالهم كما توضح هو المجال ناقص أو زائد واحد، الواحد ما كاينش، إذا ناقص أو زائد واحد واحد اتحاد واحد زائد لا نهاية أو لا واحد أو زائد واحد. إذا حنا بالنسبة لنا فالنقط ديال التقاطع هي هذه، هي اللي كتكون كتنتمي لمجالين بجوج. بطبيعة الحال واحد راه ما كتنتميش ما كتنتميش للدي. إذا هذه هي مجموعة حلول هذه المترجحة. هنا بطبيعة الحال خصها تكون المجال مغلق.